اهلا وسهلا. صباح الخير، تفضل. داوود يسعد صباحك. يسعد صباحك، صباح الخير. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت بعالم التصميم الجرافيكي وعالم التصاميم هاي، اول شيء يسعد صباحك وشرفت ونورت، صباح الخير يا وطن. بالبدايه طبعا لو تخبرنا نبذه ولمحه عنك، كيف بلشت حياتك وحياه التصميم؟ هو بالبدايه انا بالاصل رسام، طبعا كسبت هذا الموهبه او الهوايه من الصغر. كنت دائما ارسم، احب ارسم بالرصاص بالالوان من الصغر يعني. بعدها قلت ليش ما ارسم بالكمبيوتر، فابتديت برنامج اسمه الرسام، برنامج الرسام اللي كلنا نعرفه من انتاج مايكروسوفت. هذا البرنامج ابتديت فيه وقمت ارسم فيه، ويعني احط فيه افكاري واقعد ارسم يعني. حتى لما كنت اروح مدرسه بوقت الفسحه اقعد ارسم بالكمبيوتر يعني، غرفه الكمبيوترات. بعدها يعني كل انا مشكلتي لما كنت بهالفتره ما كنت عارف بالضبط شو ابي بالضبط، كنت حاب اتعلم اي شيء، لاني يعني سبحان الله لكل الرسامين يعني مصيبه الرسامين انهم يحبوا يتعلموا وايد اشياء، وايد يمارسون الهوايات، ويعني اي شيء فيه كرياتيفيتي او اي شيء فيه ابداع بيستغلوا وقت الفراغ بطريقه صحيحه زي ما كنا عادين عم نحكي. صح. فقلت ليش ما اتعلم على الفوتوشوب؟ طبعا رحت على الفوتوشوب وشفت ان الفوتوشوب اوكي احلى بوايد من الرسام، في يعني براشز وفرش يعني جدا مميزه. فقمت اتعلم على الفوتوشوب واسوي فوتو اديتنج وتعديل الصور وبوسترات بسيطه يعني كهوايه، مجرد ما اشتغل يعني في معينه. داود قلت انه في الاعلان، خلينا نتكلم عن الاعلانات، انت تكلمت عنها، لكن في نوعين من الاعلانات. الاعلانات اللي هي مثلا تكون حق محلات، تكون حق مطاعم، تكون لازم تكون دايركت، تعطيك المعلومه حتى ما لازم انك انت تقرا الاعلان عشان تعرف. في انواع ثانيه اللي هي مثلا يستخدموها الحين الفاشينيستا، يستخدموها الامور تكون نفس ما يكون ابستراكت فيها عشان انت تقدر تقرا وتفهم الموضوع. لما بديت شو اللي تغير؟ هل كنت تحب نوع معين، أو أنت خلاص بديت في الأبستراكت ومشيت في الأبستراكت، أو أنك أنت تحب النوع الثاني اللي هو يكون دايركت؟ شوف الإعلانات، أنا من ناحية الإعلانات ما بديتها من فترة طويلة، لأن كل هالفترة اللي قاعد أصمم فيها كنت أصمم لأشياء معينة، ما كنت يعني ما تجت للإعلانات إلا يمكن قبل سنتين، فقمت أدرس الإعلانات. طيب مثل ما قلت في اعلانات دايركت تكون مصوره بالمحل، في اعلانات غامضه مثل ما شفنا في اعلان عن كوفي بالكويت، كان اغنيه ما اذكر اسمه بالضبط، ذكر اسمه، كان كوفي ستايل غريب اللي هو الرسومات الكئيبه. فبسبب هالغموض بالاعلان الكل شاف الاعلان، فصار مشهور. في يعني في اعلانات على غموضها بس تنشهر، وفي اعلانات ممكن انا اجرب اصور محل بس المشاهد راح يسوي سكيب، ما راح يكون شيء جديد. ففي هالزمن لازم يعني نقدم شيء جديد ونحط غموض بالاعلان يعني، اكيد عشان اكيد المشاهد يكون الشيء مبتكر ويكون شيء يعني مش ماشي على نمط كلاسيكي. من احد المصممين الاماراتيين داود، الاستاذ هشام المظلوم، ما بعرف اذا بتعرفه ولا لا. طبعا انا مو وايد مطلع على المصممين. صح. هشام المظلوم هو من أوائل المصممين في الإمارات، مصمم أكثر اللوحات اللي موجودة بالإمارات والأشياء اللي التاريخية، الأشياء التراثية، الأشياء اللي فيها إعلانات، صمم كثير من لوجوهات التلفزيونات على فكرة، وأنا أجريت معه مقابلة. فهو من النوع مش اللي مسك كمبيوتر، هو اللي من النوع اللي كان يصمم بالإيد. فقديش المرحلة هاي كانت صعبة إذا بتوصف لي إياها، يعني الناس اللي كانوا يصمموا بالإيد قبل وجود الكمبيوتر والتكنولوجيا. شوف هو انا اعتبر مصمم جديد، لان انا بديت من صغير في الرقميات يعني، بديت على الكمبيوتر دايركت. بس من ناحيه التخطيط بالقلم اكيد هذا شيء مهم. اذا انا مثلا بصمم مثلا لوجو معين لازم اخطط من البدايه، لازم احط الفكره بورقه مثلا واقعد اصمم. لكن اذا بتكلم عن صعوبه الامر اكيد هو صعب يعني وايد. يعني انت لازم تركز على أو البداية على نوع الخط، أنت بشو راح ترسم؟ بعدها راح تركز على الألوان، يعني تحط ألوان معينة، خاصة إن في ألوان جديدة اسمها gradient colors، يكون ميكس بين يعني بين لونين عشان يعطي مثل الشيدنج لللوجو. فهذا صعب جدا تسوي بالورق يعني، لما تكون أنت يعني مو محترف بس بالرسم، بالتلوين أيضا.
فأنا هذا مو بايد يعني رحت لهالمجال من ناحية الرسم يعني بالورق دايركت على الديجيتال يعني. طيب. بس هو شيء جدا صعب يعني. لازم يستوي سكتش في ال يعني لازم تتجه للسكتش كبداية لأن أيام الكلية كانوا يسووا لنا سالفة إذا ما كان في سكتش قبل ما تسوي التصميم لازم يكون في سكتش بس أنت بعد اتجهت للألوان أنا صح. في إعلانات أو في لوجوات لها نفس اللي هي الألوان الجاذبة لا الجاذبة للنظر يعني منها الأحمر أعتقد ومنها الأصفر هذه الألوان موجودة في إعلانات المطاعم مطاعم الفاست فود هاي هي الألوان اللي هي تجذب النظر دائما لكن تجذب النظر بتفتح الشهية أيوة عشان كذا حتى موجودة في تصميم الداخلي للمطعم شهية لكن أنت هل تتجه لألوان مختلفة يعني ما تتجه لألوان الجاذبة للنظر عشان الناس تقدر تشوف الإعلان أشوف أنا لما أصمم الإعلان أول بدأ أشوف اللون أو المحتوى الإعلان إذا أنا بسوي تسويق معين مثلا خلينا نقول راح اسوق لمثلا مطعم راح اتجه للالوان اللي تمثل الاكل مثلا او تفتح الشهيه مثل ما قالت الدعاء صح اوكي فبس اذا بتجه لا مثلا تصميم لرسمي مثلا مثلا لجهه معينه لا راح الجا لالوان رسميه مثل البحري مثلا يكون لون شوي باهت مثلا فراح اتجه لالوان رسميه فيعتمد على نوعيه الاعلان نفسه الإعلان نفسه والجهة اللي راح أصمم لها الإعلان نعم أنت تكلمت عن ألوان لو كنت مصمم لمطعم غير ما صمم لها جهة رسمية أكيد المطاعم أنا بعتقد أنه أكثر الإعلانات والتصميم اللي موجود فيها الأحمر الأصفر البرتقالي دائما هي اللي بتثير الرغبة عند يعني عند المتلقي أنه يكون في عنده دافع لرغبة الأكل والشراء بينما الرسمي بعتقد أنه بيستخدموا الألوان يعني الفورمال الألوان الرسمية دائما الأزرق البني مثلا يعني الأسود نوعا ما شوي على الفريمات بس قديش أهمية الإعلان ونجاحه وأنه يضرب بالسوق مثلا واحد مصمم عمل إعلان أوكي ما جاب عائد أو فيدباك واحد عمل إعلان بسيط وضرب بكل السوشيال ميديا وصار كل الناس تتداوله انت برايك كيف بتقيم الاثنين شو سبب النجاح من هاد على هاد هو اول بدايه يعتمد على شهره الشخص انا بامكاني اكون مصمم جدا عادي بس عندي وايد متابعين فاذا انا صممت اعلان حتى لو بسيط راح ينتشر ثاني شيء اذا وايد شركات تعرفني مثلا واثقين فيني وانا مشهور راح اصمم شيء معين وحتى لو كنت عادي بس المهم ان انا مشهور وراح ياخذ الناس بس ايضا الشكل التصميم وايد اكيد مؤثر جدا بس هو يعتمد بعد على المتابعين يعني يعني مثلا في مرات اصمم اشياء حلوه بس الناس ما تشوفها يعني يعتمد على نسبه الفولورز او يعتمد على الناس اللي تطالع طيب بالعاده تستخدم اي برنامج الفوتوشوب الستريتر شوف انا اصمم اكثر من تصميم في اصمم الانيميشن مثلا 3D المايا جربت المايا انا طبعا بحكم اني طالبه اعلام فكنت ضمن هاي البرامج وللامانه في برامج منها يعني في بدايه الامر تكاد انه تكون شبه مستحيله احداهم صح. المايا شو هي الطرق اللي انت استخدمتها لحتى تقدر تفهم سوفت وير معقد مثل المايا والالستريتر وغيره من هاي الامور انت حكيت انه انت كان عندك وقت وكنت تحب تجرب لحالك يعني ما حدا مسكك وقال لك انه داود اعمل كذا 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 شو هي الطريقه المثلى لحتى الواحد يقدر يتعلم سوفت وير صعب مثل هاي المواقع او خلينا نقول مثل البرامج تاعت التصميم الجرافيكي اول بدايه الشخص لازم يركز على شيء معين بالتصميم مثلا انا ابي مثلا اتعلم تصميم 3D مثلا لازم ابحث عن برامج ال 3D طبعا برامج ال 3D جدا معقده مثل مايا اوتوديس مايا 3D ماكس في زي براش في وايد برامج بس انا اخترت سينما 4D بس هو لازال معقد يعني في اوكي في سهوله بس لازال في يعني ارقام زوايا في بوزيشن سكيلز وايد يعني وايد اشياء فالطرق الصحيحه لتعلم برنامج معقد هو البداية تدخل على أنا عن نفسي أدخل على اليوتيوب في توتوريالز أو فيديوهات تعليمية فلازم نبتدي من الصفر يعني ما صرت تتعلم تقول مثلاً كيف أصمم طيارة من البداية لا ابتدي من الصفر from zero to hero ف يعني الواحد لازم يبتدي من الصفر أنا بدايتي لما يعني بدايتي في التعلم
يعني كنت ابدا بالنص يعني الفيديوهات، فكنت اواجه وايد صعوبه. فبعدها قمت ابتدي من الصفر، فشوي شوي لما احترفت البرنامج. طبعا لازم ايضا اسوي كوبي او لازم اقلد المصممين، يعني اشوف كيف اصمم، مثلا كيف اصمم الطياره، مثلا اكتب كيف اصمم طياره باليوتيوب، اشوف الطريقه. لازم تكون عندي شاشتين، شاشه فيها الفيديو وشاشه فيها البرنامج. يعني ما اصير اني اطالع بعدين انا في وارجع وانا صح. طالع. طيب داود، دي سعد صباحك. اول شيء سعد صباحك. هلا بدي اسالك، هلا انا عندي الجيتار مثلا، انا في شغله يمكن بعاتب اهلي انه مثلا بدولي فيه متاخر، يعني انه ما لازم يكون عمره صغير مثلا، فبدولي فيه متاخر، وانا كنت بتمنى انه يبدولي فيه بعمر صغير. فانت كمجالك كيف لقيت دعم الاهل لك؟ ممكن تعيد؟ كيف لقيت دعم الاهل لك بمجالك؟ انه هل واضح انه دعموك او شيء؟ اهلي اوكي. هو دائما طبعا اهلي يدعموني، يعني انا لان من الصغر ارسم، دائما يقول مثلا داود مبدع، داود عبقري، داود يعني كلمات يعني. فكان في دعم جدا كبير من الاهل، خاصه لما كنت صغير كانوا يوفروا لي كل الادوات، يعني مثلا رسم، الاوراق. حتى بعدين بعد ما يعني انا كنت يوم صغير اشتغل على الكمبيوتر المنزلي اللي كلنا نعرفه يعني. بعدها قام يعني صار عندي لابتوب، يعني من دعم الاهل اكيد. فدائما يشجعون الاهل، يعني كان في تشجيع كبير من الاهل. فكنت حتى لما اصمم، طبعا انا جاي من عائله جدا كبيره الحمد لله، فلما اصمم تصميم اوريهم كلهم، اقول ايش رايكم بالتصميم، يقول مثلا حلو، حد ينتقد يعني يكون صريحين، يعني مو مثل الغريب اللي جاملك وتعتبره مثل نقد بناء. نقد اروح اصحح التصميم او الرسمه. فكان اكيد في دعم كبير يعني من الاهل، فهالشيء اللي ساعدني. طبعا المدرسه كمان داود لها دور، يعني اكيد كلنا بنعرف انه المدارس يمكن هي المكان الاول اللي بتقدر تكتشف فيه انه عندك ميول لشيء معين فيه. صح. هو انا مشكلتي لما خلصت المدرسه كنت يعني محتار ادخل تصميم ولا اي تي. نعم. لان كله على الكمبيوتر، فعرفت بالكمبيوتر وعرفت بالتصميم، فقلت يلا بختار اي تي لاني اوريدي انا اتعلم على الانترنت. فالحين تخرجت بكالوريوس اي تي وانا مصمم. ف يعني اخذت الاثنين مع دبل ميجر. يعني عصفورين بحجر واحد. عصفورين بحجر واحد. طبعا نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق. شكراً. لكن قديش انت بتحس انه اليوم التصميم الجرافيكي شيء مهم كثير وبيلعب دور اساسي، مثل هو جزء من الاعلام، خلينا نتكلم بصراحه، اللي هو قسم الاعلانات وقسم الترويج وقسم التصميم، هذا كثير شيء مهم. يعني انت ما فيك بطلنا من يعني من زمن والله نقرا الاعلان قراءه، هلا كلمتين يعني لما نروح نشوف نحن اعلان تلفزيوني هو بيورجيك سياره، بيعطيك ودائما بيركز على اللوجو، بيعطيك زوم ان بالكاميرا على اللوجو. صح. وبيعطيك كلمتين مثلا توجه الى الرفاهيه، كلمتين اعطاك، ما اعطاك الجريده اللي كنا نقراها زمان سلوغن. اوكي ايوه، بس هيك سلوغنات. بس قديش السكريبت تبع الاعلان بالتصميم بيعمل مثل لوحه فنيه وبيعجب الجمهور، قديش التركيز على التفاصيل الصغيره مثل اللوجو، مثل الكلمه، مثل الموسيقى نوعا ما، قديش هاي الادوات بتلعب دور عند المتلقي؟ هو طبعا الاعلان مثل ما قلت يلعب دور في جذب الكوستمر او المشاهد. ف يعني اذا انا بسوي مثلا اعلان لازم تكون مثلا موسيقى مثلا مميزه، هالشيء يساعد على الاعلان. هو معروف ان الفيديو كل ما كان اجمل كل ما كان فيه تفاصيل اكثر، وكل ما كان فيه حركه اكثر كل ما جذب المشاهد. ثاني شيء لازم نقلل من النصوص، يعني ما احط كل النصوص، مثل ما قلت نحط شيء بسيط لان المشاهد يركز على الصوت، لانه مثل ما في دراسه تقول ان الشخص يتعلم من الصوت او يفهم من الصوت اكثر من القراءه. لازم نركز على وضوح الصوت بالاعلان، فهو جدا يجذب المشاهد. يعني فعلا الاعلان حتى لو كان مثلا شيء بسيط راح يجذب المشاهد، لو كان حتى مثلا كوفي بسيط سبب الاعلان راح الزبائن كلهم يروح للكوفي. مزبوط. فالاعلان جدا مهم ومؤثر جدا على التجارة او على الكوستمر. بتعرف داود شيء كثير حلو انك انت برعت في المجال اللي انت في بداية الامر كان مجرد هواية. نحن بنتشكرك جدا سعدنا بوجودك عندنا اليوم ببرنامج صباح الخير يا وطن، وان شاء الله بلقاءات متجددة. شكرا لك، رح نطلع بريكم بعد هالرجال.